تعالوا بقى نكمل جولتنا الصحفية بالتعرف على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعربية والعالمية مع الزميلة العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الخير عليكي وهاتي ما لديك، احنا سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن كمان زي ما عودناكم هنفكركم بأبرز مباريات اليوم. النهاردة طبعا النادي الأهلي هيواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي كاس مصر الساعة 8، والساعة 5 الزمالك هيواجه طلائع الجيش في نصف نهائي كاس مصر أيضا. أما بقى على مستوى دوري أبطال أوروبا، فالساعة 8 إلا 10 لوكوموتيف موسكو هيواجه ريد بولسبورغ النمساوي، وشختار دونتسك هيواجه ريال مدريد الإسباني. الساعة 10 بقى مساء هيكون في يعني العديد من المباريات، أتلتيكو مدريد هيواجه بايرن ميونخ، وبروسيا مونشنج كلادباخ هيواجه إنتر ميلان، وبورتو هيواجه مانشستر سيتي، ومارسيليا هيواجه أولمبياكوس، وليفربول هيواجه أياكس أمستردام، وأخيرا أتلانتا هيواجه ميتيلاند. نروح بقى لأخبارنا، وأول خبر معانا من جريدة اليوم السابع: الجبلية تنتهي من اللائحة الجديدة خلال 10 أيام وتنتظر قرار الفيفا. تسعى اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني للانتهاء من التعديلات على لائحة النظام الأساسي خلال 10 أيام المقبلة، وده طبعا لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم لانتظار رد فيفا في أمر اللجنة الخماسية في الفترة القادمة، سواء في مد عملهم أو إجراء انتخابات. كمان خلينا نقول أن اليوم السابع ذكر أنه فيفا اقترب من مد عمل اللجنة الخماسية ليناير المقبل، وتقليص عدد اللجنة لثلاث أعضاء لتصبح لجنة ثلاثية وليست خماسية. ومن موقع سوبر كورة: اتحاد اليد يبحث إقامة معسكر للمنتخب في المجر استعدادا للمونديال. يبحث مسؤول اتحاد اليد برئاسة السيد هشام نصر إقامة معسكر خارجي لمنتخب مصر لكرة اليد في المجر، وده طبعا بالتعاون مع سفير المجر هنا في مصر، واستعدادا لمونديال اليد اللي هتستضيفه مصر إن شاء الله في يناير القادم. كمان خلينا نقول أنه منتخب مصر لكرة اليد هيدخل النهاردة معسكر داخلي، وده بعد الاطمئنان طبعا على نتائج المسحة الطبية وإجراءها للاعبين للتخوفات طبعا تفشي فيروس كورونا. ومن موقع كورة: إنبي يخطف كريم طارق قبل الزمالك والإسماعيلي. نجح مسؤول إنبي في ضم اللاعب كريم طارق لاعب فريق بتروجيت لمدة 3 سنوات، وده بعد ما أبدى نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي يعني رغبتهم في ضم اللاعب خلال الأيام الماضية. وكان كابتن حلمي طولان ليه تصريحات خاصة أكد خلالها أنه رغبة اللاعب في الانضمام للفريق البترولي حسمت الأمر، وكمان أكد على إمكانيات اللاعب الفنية الكبيرة اللي هتفيد الفريق البترولي في الفترة القادمة. ومن موقع محتوى بلس: انهمار دماء تريزيجيه خلال حصوله على ضربة جزاء مثيرة. طبعا بنتمنى السلامة لنجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه بعد ما يعني تعرض ل يعني حادث بسيط في مباراة امس، مباراة فريق استون فيلا فريقه امام ويست هام، واللي كانت طبعا في اطار الجولة 10 من بطولة الدوري الانجليزي، واللي تعرض اللاعب فيها ل يعني جرح في رأسه، يعني حصل على اثره في 6 غرز في رأسه، وللأسف زميله يعني واتكينز كان ضيع ركلة الجزاء اللي حصل عليها اللاعب، وانتهت المباراة بخسارة أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد. نتمنى السلامة طبعا لنجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه. وأخيرا من موقع سكاي نيوز: قائد برشلونة التاريخي سيعود والهدف ميسي ودوري الأبطال. أعلن الرئيس السابق لبرشلونة خوان لابورتا عن ترشحه للانتخابات القادمة للفريق أو النادي الكتالوني، وقال أن هدفه في وبرنامجه الانتخابي يمكن أبرز ملامحه هي استمرار طبعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق، بالإضافة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن الفريق منذ فترة طويلة. وقال كمان أن وضع النادي في الفترة الحالية غير مرضي للفريق لطبعا يعني شعب كتالونيا بأكمله، وقال إن هو هيسعى لوضع الفريق في مكانة أفضل في الأيام المقبلة.
دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. شكرا جزيلا ليكي.